شريف مخرج وناقد مسرحي. طبعا الكتابة هي كتابة متنوعة، ولكن ما كتعتد الكتابة حتى كتولي كتنتقل لمرحلة ديال النشر. الآن وصلت للكتاب الثاني، ثلاثة ديال النصوص المسرحية. الكتاب الثاني، الكتاب الأول كان دوبل فاس اللي كان فيه جوج نصوص مسرحية، دوبل فاس وتوازة، وصدر على المركز الدولي لدراسة الفرجة بطنجة. والكتاب الثاني اللي كان هو التوقيع ديال مساء أمس، هو تشوبا تشوب اللي على دار القراوية للنشر والتوزيع بالقنيطرة. تشوبا تشوب هو عمل اللي تكتب في 2013 على إطار الواقعة ديال دانيال، الاغتصاب الأطفال اللي كان وقع في قنيطرة، وحكم ديال 30 سنة. وفي إطار الاحتفالات ديال عيد العرش تم العفو عليه وخرج من السجن المركزي بقنيطرة ومشى لإسبانيا. الور هذيك الواقعه هذيك اللي فجرت فيها، خرجوا الناس للشارع في 2 غشت 2013، خرجوا الناس كيحتجوا على الواقعه، واللي انطلقت منها هي كحدث اساسي، ولكن بنيت عليها موضوع ديال البيدوفيليا عموما. ولكن المشكل ديال البيدوفيليا غالبا ملي كيتناقش كيتناقش من الجانب المجرم، الاغتصاب ديال الاطفال، ولكن في اعتقادي الشخصي انه قليل التجارب اللي مشاو كيناقشوا الضحيه على الخصوص، بمعنى اخر هذاك الطفل اللي كيتغتصب شنو التداعيات ديال داك الشيء عليه هو. غالبا الطفل الصغير في اللحظه ديال الطفوله ديالو ما كتبانش النتيجه، ولكن النتيجه كتبان من بعد ملي كيكبر الطفل، وكيكون هز معاه هذاك الجرح اللي كيبقى غادي بحال شي دماله غدا، وكتعمر وكتعمر وكتقيح حتى كتوصل واحد سيرتان طون اللي كيوصل الانسان فيه في واحد المرحله من العمر ديالو كيتفجر عنده ديك الاشكال هذاك، خصوصا انه الا كان المجرم ما خداش العقاب ديالو. في المسابقات ديال الغناء دائما المغاربه حاضرين بقوه، كتلقى على انه الاصوات المغربيه كيجيبوها ما امكن اللي عندهم، كتلقى طاقات عندنا حنا مغربيه اللي خدامه في الخارج دابا كتطور عندهم، وبالمقابل حنا اللي هنا ما كنعرفوش القيمه ديالنا او ما كنعطيوهاش حقها. هذا العمل الى جانب تجارب وحدين اخرين ديال مجموعه ديال الاصدقاء وحدين اخرين اللي خدام في هذا الشيء، اللي غادي حتى هما كيديفلوبيو في هذا الشيء هذا وغادي كيطوروه. والدليل هو انه هذه تقريبا سنتين والمغرب يتوج ب ملي كيعرفوها ملي كيسمعوها المغاربه كتجي غريبه، كيتوج بانه احسن عرض في العالم العربي في المسرح في العالم العربي. المغرب خداها سنتين، خدا 2017 و 2018 في الجزائر، 2018 في تونس، والسنة اللي قبل 2016 نفس على جائزة الكبرى، 2015 نفس على الجائزة الأولى، 2019 كان عنده حضور في القاهرة قوي، هذه السنة في الأردن غادي يكون عنده حضور قوي. دونك ثقافتنا وهذا قدرت تفرض راسها على برا، هي محتاجة أيضا أنها تفرض راسها هنا ويعطيوها الناس قيمتها هنا ويعطيوها حضورها. وراه عطيتنا النموذج ديال التجربة ديال الراب، حيت هذاك هو المغرب، بغينا ولا كرهنا لك هو المغرب. وشكرا.